بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الترانسليشن، الترجمة. What is the meaning of the translation? Translation means the synthesis بناء of a polypeptide chain. يبقى معنى ان انا هترجم المسج. عندي خلاص في mRNA شايلة شفرة، لازم تترجم الشفرة دي وتتحول الى ايه؟ الى بروتين. ده بالمعنى بالضبط كده معنى الترانسليشن، بترجم مسج شفرة وفكها وحلها وحولها إلى بروتين أو بوليبيبتايد. يبقى translation the synthesis of a polypeptide under the direction of an mRNA molecules أو under the direction of the message. يعني أنا بكون الأمينو أسيد وارتبها مع بعضها كده. أي أمينو أسيد ولازم لها أوردر معين، لها sequence أوردر يعني ترتيب، ولها number. اللي يحدد النمبر ويحدد الأوردر، يحدد النمبر والأوردر بتاعت الأمينو أسيد هو مين؟ هو المسج اللي جاية أو الـ mRNA. يبقى the synthesis of a polypeptide chain under the direction of mRNA molecule or under the direction of the message. Translation during translation tRNA اللي هو الـ tRNA الناقل أو اللي هو المترجم brings الـ amino acid matching up its complementary anticodon triplet of bases to the messenger RNA triplet codon. اتفقنا ان ده لو ده اللي هو tRNA يبقى فيه هنا الامينو اسيد وفيه هنا عنده هنا البيزس تريبلت انتيكودون اللي بتبقى اسمها انتيكودون قلنا قبل كده تريبلت، وعندك المسج برضو عنده هنا تريبلت كودون. لو حصل ايه؟ حصل كومبلمنتري يعني تكامل ما بين الانتيكودون والكودون، يبقى this is the correct amino acid. This is the overview about the transcription and translation which occur in the nucleus and in the cytoplasm by ribosome. Firstly, if you have a DNA, I have a gene. This part, definite portion, DNA in the nucleus serves as a template for mRNA. خلاص كونا الـ mRNA. اتفقنا الـ mRNA بيبقى pre-mRNA أو primary mRNA في الحالة دي. يبقى it should be exist the introns and re-splicing the exons together to form the mature mRNA. في الحالة دي اللي يحصل الـ mRNA بعد ما يحصل له processing leave the nucleus through the nuclear pore خلال ثقب النواة، يطلع في السيتوبلازم to the ribosome where the translation occur. سيحدث الترانسليشن. طيب امتى يحصل الترانسليشن؟ نبقى الـ mRNA الأول move to the cytoplasm and become associated with the ribosome، يرتبط مع الريبوزوم، ودي عملية أول خطوة، عملية الـ initiation of translation. طيب بعد كده إيه اللي يحصل؟ tRNA antecodon carry amino acid to the mRNA. أدى الـ tRNA في amino acid في this side and the bottom loop has the antecodon triplet codon. طيب this antecodon should be complement with the triplet codon in the messenger RNA. يبقى الـ mRNA الموجود ده في كودون لو حصل مضاهاة أو تكامل ما بين الكودون والأنتيكودون، so this is the correct amino acid in the correct position in the correct order in the correct time. After that joining the amino acid together and form a peptide, the free tRNA leave the ribosomes to carry another amino acid from this amino acid. And now I have polypeptide chain. Each time you add only one amino acid to the peptide chain. ليه بنضيف كل مرة amino acid؟ هنقول علشان لما يحصل عملية move للريبوزوم، الريبوزوم move along the mRNA، بتتحرك على يعني على ال mRNA من خلال ايه؟ بواسطة واحد كودون بس، وكل كودون يدي أمينو أسيد، وبالتالي فعلا بوليبابتايد سينسيس تيكس بليس وان أمينو أسيد آت أطايم، يعني كل مرة بتضيف أمينو أسيد واحد. الترانسليشن ترانسفير أرنيزم قلنا
transfer amino acid arrive to the ribosome. The sequence of the messenger RNA, sequence of the messenger RNA codon, يعني الكودونز الموجودة, dictates the order of amino acid. يعني مين اللي بيملي على tRNA إن هو يرتب الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين بشكل ده, اللي بيقوله بيمليه ويملي عليه إن هو يرتبها هو الكودونز اللي موجودة في mRNA. يبقى mRNA أو الموجودة دي فيها كودونز, كل كودونز بيحدد إيه نوع معين من الأمينو أسيد الموجود, ده رقم واحد, ده رقم اتنين, ده رقم تلاتة, ليحدد إن ده واحد واتنين وتلاتة هو ترتيب الكودون الموجودة على mRNA. وبالتالي يبقى فعلا mRNA codons dictates the order in which the amino acid becomes incorporated into a polypeptide chain, يعني هو اللي بيحدد ترتيب الأحماض الأمينية اللي هترتبط مع بعضها البعض عشان تكون بوليبيبتايد. طيب لو أنا عندي ريبوزومة واحدة كده بالشكل ده لحالها, يبقى ده مصنع بينتج إيه بروتين مرة واحدة, يديك سلسلة واحدة وخلاص على حسب الايه الـ mRNA الموجود. Sometimes I have a group of ribosome. في الحالة دي ما بقولش عليها ribosome, بقول عليها poly ribosome. يبقى البولي ريبوزوم الوقت عبارة عن ايه مجموعة مختلفة كده من الايه الريبوزوم مع بعضها مرتبطة مع بعضها. المسج تيجي تدخل داخل الايه الريبوزوم من بدايتها وتبدا تترجم, تدخل على الريبوزوم الثانيه وتبدا تترجم, تدخل على اللي بعدها تبدا تترجم, اللي بعدها تبدا تترجم, اللي بعدها تبدا تترجم. يبقى ده خد وقت طويل وبدا يترجم, تلاقي الامينو اسيد هنا اطول, تلاقي هنا امينو اسيد اقصر شويه, هنا اقصر شويه, هنا اقصر شويه. وبالتالي الريبوزومز ده مختلف اكتر من واحده, كلهم بيشتغلوا على ايه على ذا سيم مسج, نفس الايه الرسالة اللي داخلة في الريبوزومات المختلفة, وبالتالي بتديك نفس البروتين في نفس الوقت. يبقى عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة من نفس البروتين في نفس الوقت, لما تكون الخلية محتاجة كمية كبيرة من نفس البروتين, بدل ما يحصل ترانسليشن في ريبوزومة واحدة, لا يدخل الـmRNA وتدخل الرسالة, تدخل في لونج تشين او مجموعة كبيرة من الريبوزومات بيسموها البولي ريبوزوم. يبقى ايه هو البولي ريبوزوم؟ تاني several ribosome, دي ريبوزومات عديدة collectively called poly ribosome. يبقى لما يكون عندك عدة ريبوزومات مع بعضها بتقول عليها poly ribosomes. move along the messenger RNA, بتتحرك حول messenger RNA واحد, نفس المسج, at one time, في نفس الوقت. they function independently, يعني كل واحدة فيها بتكون نفس البروتين, مش كلهم بيشاركوا في نفس في تكوين بروتين واحد, لا دي بتكون نفس البروتين في نفس الوقت, دي بتكون نفس البروتين في نفس الوقت وهكذا. وبالتالي يبقى they function independently, يعني تعمل مستقلة عن الايه عن الاخر. therefore several polypeptides can be made at the same time, وبالتالي عدة ايه بولي على حسب عددها بقى several polypeptides تتكون في نفس الايه الوقت داخل الخليه زي ما واضح الشكل ده. ده الام ار ان ايه, ده المسج, نفس المسج دخلت في الريبوزوم رقم واحد, وبعد كده الريبوزوم رقم اتنين, الريبوزوم رقم تلاتة, الريبوزوم اربعة, وهكذا ماشي كده. المسج هنا بدات تترجم وخلصت الترجمه خلاص لانها وصلت للستوب كودن, يبقى خلاص كده معنى كده في نهايه الايه تكوين الايه البروتين, طلع الايه التشين ده لسه ما وصلش الستوب كودن, لسه ما وصلتش هنا, لسه ما وصلتش هنا. وبالتالي هتلاقي نفس البروتين هيبدا يتكون في نفس الوقت, وبالتالي يبقى عندك كميه كبيره من نفس البروتين على حسب احتياجات الخليه. وده فايده البولي ريبوزومز, ريليز لارج اماونت اوف بروتين فروم ذا سيم مسج ان ذا سيم تايم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.